الثاني للقاح الروتيني في ريف حماه الشمالي، حيث يضم هذا اللقاحات لقاحات الشلل العضلي والشلل الفموي والخماسي. تبلغ فئة العمرية للتلقيح من عمر يوم لخمس سنوات. الشلل الفموي ينعطى من عمر يوم لخمس سنوات، والشلل العضلي ينعطى من عمر شهرين لخمس من شهرين لسنتين، والخماسي ينعطى من عمر شهرين لخمس سنوات. الأقبال جيد جدا، وثقة الناس باللقاح كبيرة. وين الأخبار لكم؟ نقوم بالجولة الثانية من اللقاح للأطفال. هذه الجولة تشمل ثلاث جرع للأطفال: شلل فموي والشلل العضلي والخماسي. والحمد لله إقبال كان جيد في هذه المرحلة، ولا توجد هناك أي آثار جانبية بعد اللقاح. اللقاح كان جيد وإقبال جيد في هذه الجولة.